بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا اخوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وعواشر مباركه وخمعطله شويه. احبكم جميعا، هذا اللي بغيت نبين للجمهور ديالي، الناس اللي تيحبوا الفنان خميس والناس اللي يحبوا الفنان المغاربه. عن الحوار كندز امام قباره ديال الفقيد مولاي عبد الرحمن، انا ما تقصد تحت، اقصد انا اي فنان نستمع مزيان فين ما مشي، كاين الاداء يا في الاداره يا في الفن. اللي تنقول واحد الحاجه، ماشي عندي مشكل مع الناس اللي ذكرت لي دابا، المشكل راه ديما كاين، لا في الاذاعه لا في التلفازه لا في الوزاره. نعطيك مثال، الدعم المغربي، الدعم تدفع دوسي ديالك ما تيتقبلش، علاش؟ وكلي تيجيب غير جوا في سيناريو وجوج حوارات والسي في تلقاه مدعم. راه عبد ربي كان تيشق المغرب كله ترد داخله باش الاطفال الابرياء، كان داخلهم ب3 دراهم، نكريو بارتمان ونكريو البيشان والصونو ب3 دراهم، داخلهم الاطفال ونضحكوا الناس. من 94 خليت مدينة عاد تمشي نكري سينما، تصور دابا تيجي مواطن بحالي انايا تنكري سينما بلا ما تدخل سميتها، تتخلص 5000 درهم، ولا تجي لمصالح ملاكي تتخلص دافونس، ولا جات الشتاء ما تجيش للجمهور، لا صالة عريانة ها مشات 5000 درهم، تتقاد لي فلاير واحد 20000، ممكن تحكي قديم واحد فاميل خصها تدخل. وحنا تجي الشتاء ما تجيش للجمهور، ما يمكنش واحد الاب ولا ام تجيب الابناء ديالها للمسرح يدخلوا يتفرج والشتا كاينه. وحاله اخرى الشمس ثاني خصك ما تجيش تشكاو الناس، واش تخلص 5000 درهم وتجيب صفر ركزك في الشمس، يجيب باه يقطع 3 وليدات باش العشيه تجي السخانه. عاتوك قال لا راك الفرقه تكرفصات عندنا، راه ماشي حنا تكرفصنا، راه مزيان واش مسرحك قد دخله حاجه قد دخله عريان، جات الشتا فضيحه جات الشمس فضيحه، وين ما غتخدم وتكري السينما 5000 درهم يلا. حنا ما يكونش لا قلت خايب، راه ما يمكنش اي مسلسل في التلفازه نقول راه زوين ولا بدا تيكون هفوات. كانت مشاركة معهم مزيانه الحمد لله، وتنشكر حتى السيد المخرج دابا، تنجي تنأدي دوري تنمشي في حالاتي، وتنعتذر للسي ابراهيم الكاتب حتى انا اجلد الكلمه، كون كنكتبو بوحدو ما نقولش الكلمه، من حاجه شي حاجه تتكتب تكتبوها 4 الناس ولا 5 صافي. اما ابراهيم راه خدم معنا في خلع عمار، راه خدم متمكن، هي باش يعرفها ما قطع عليا التليفون قلت لها تنعتذر لك انا، راه ماشي قصدك انت تنزل الحوار عندي، كون جا جلس معنا في ولاد السي ابراهيم بوبتي ما يكونش مشاكل. لكن لا قلتي حكا حوار، اي واحد كيبدا من عنده هو متمكن وسمحه الله قطع عليا التليفون، وباش يقطع عليا التليفون خصو يفهم. انا فراسي ابراهيم كاتب السيناريو بوحدو، تا ولينا لقينا 4 الناس ولا 5 ما كايناش في مصر وما كايناش في تونس وما كايناش في الجزائر، ما كاين حتى دوله تلقى سيناريست، تيوليو 4 الناس 5 تيولي العفيس وحي البجا. انا سمعت الناس يعاودوا مزيان، الناس انا ما تفرجت لا حديد دام براسو 6 حلقات، كان عندي واحد المشاكل ما تنتفرجش. الناس يشكروا قال كان بامتياز الخياري سناء كروج فاضل بن موسى سي عبد الله فركوس، باش نقول لك حمد فركوس بوحدو لا مراكشي هذاك، ولا الصديق ديالي مفتاح الخير واخا تا هو مراكشي، ماشي ضروري نعيطو للمراكشيين. شوف المنتج اش بغا، شوف المخرجه، تدخل المخرجه تقول لك انا ما شكون غنجيب مراكش، وكاين كفاءات في مراكش ولكن مع الاسف ما فيهمش الناس. ها هما عطاو بحال سي زروان الله يذكرو بخير ممثل، يلا علاش ما نعيطو ليه؟ عبدو ربي نيت علاش؟ عرضت الانتاج انا درت 37 مليون خلصت عباد الله وتعتقلت وبعت طوموبيلتي
باش كنت موزع شي فيلم 37 مليون 2001 كملته ومشيت اعتقلت لقيت بدادات زوينه نهار العيد تذكرت انا وياه مسكين قال لي كنمشي ميراجا ما تخبرش قلت له يلاه نمشي لكازا نشوفك خاص مع داز وكني عادي تعال كنا تبوسنا صاحبنا وداز عقلنا على بوك صاحبي السلام الساندور كثر قاعد زاد القلب ديالي عبد الله في الكرسي بقى ديما صاحبي ادوس مع الحر والحلوه راه كنت انا هو الاداره ديالو في المسرحيات وثيق فيا بزاف ومنتي لي التريال وعارفه هو الا دخل بيناتنا شي حد الله يكثر خيره والله يجازيه اما فربوس ربما يقدر يقول لي اجي تخدم غنقول ليه لا تبقى راه مونتيج راه مخرج بيحيدوا عليه ما يقدروش تعرف وانا راه دابا حط طلب الوزاره ديال التربيه الوطنيه غندير عروض للمؤسسات التعليميه ان شاء الله في المغرب ديال الاطفال وتحيه للجمهور الوطني داخل وخارج الوطن احبكم جميعا